أما هم فيكمنون لدم أنفسهم، يعني نهاية الأشرار معروفة، يكمنون لدم أنفسهم. يعني في الأول بيبان إن هو بيأذي حد، بس هو الحقيقة هو بيأذي إيه؟ بيأذي نفسه. كل من يكره يؤذي نفسه، كل من يعادي يعادي نفسه، كل من يغضب يجرح نفسه، كل من ينتقم ينتقم من نفسه، كل من يكمن للشر يكمن للشر من نفسه. هي دي قصة البشرية كلها. لكن الإنسان ما بيشوفش كده في الأول، لأن في قاعدة حطها الكتاب هتفضل سارية مدى الدهور: ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. الشخص بيفتكر إن الكذبة هتطلعه من مشكلة، بتلاقيه عملت له مشكلة أكبر، وإن العداوة معاه فيها حق، هو له حق في العداوة دي، اكتشف إن هو فقد سلامه وضيع كل حاجة حلوة في حياته. ويقول أنا معايا حق، خليك معاك حق بس أنت اللي خسران. يكمنون لدم أنفسهم، يختفون لأنفسهم، يعني ده زي اللي بيحفر حفرة لنفسه، هو مش بيحفرها لواحد تاني. وطبعا عارفين المثل البدلة دي، وده طالع برضو من معاني من الأمثال: من حفر حفرة لأخيه إيه؟ وقع فيه.